قاموا فكوا بمبان جوا المستودع. الناس تيبا. أنا فقدت بنتي وحمشي أنا عندي بنتي دي حمشي. ما في جهة أنت عارف يتمسكت بينا، أنت عارف بعوضتنا. أصل اللاجئ قال بيجيبوا بلده، أنا يوم ما لاقاني في لاجئ بيجيبوا في بلده. الاسم آدم إدريس عبد الله، من أبناء دارفور منطقة كتم. مراحل التعليمية لحد شهادة سودانية، وما اتوفقت بالنسبة لظروف الحرب، وصورتي كانت مشتتة من ناحية الحرب. ثم ثانيا أبوي ذاته اتقتلت في مشاكل بتاعت جبل مرة في 2004، ودي أسباب اللي خلانا نحن ذاته قمنا من هناك، هاجرنا وسافرنا لحد ما وصلنا هنا ووصلنا الأردن. دي أسباب المشاكل اللي نحن خلانا هاجرنا بلدنا ومشينا. الاتفاقيات الدولية بتمنح الحق في انه الشخص اذا شعر بالاضطهاد لاي سبب من اسباب في بلده. فالمجموعة دي من الناس من السودانيين هم انتقلوا للاردن بالغرض ده، يعني انهم شعروا بالاضطهاد في بلده. مشينا الاردن 2015 شهر 1، قمنا سجلنا في المفوضية السامة للاجئين وقدمنا عندهم وعملوا لنا وثائق طبعا كحماية. الأخوان اللاجئين يعملوا اتسامات على حسب، يعني أمورهم كانت ما ماشية وإجراءاتهم كانت يعني اتماطلوا فيها المفوضية ذات يعني ما بتمشي، وعملوا اتسامات لمدة شهر 30 يوم. بنطالب بالحقوقنا الأساسية، يعني زي ما كل اللاجئين بيستمتعوا به، سواء كان سوريين، عراقيين، كل الجنسيات الاخرى. نحن كلنا انت عارف تشردنا من مناطق الحرب، سواء كان انت عارف بتشاهدوها في سوريا ولا تشاهدوا في العراق، يعني ماتوا اكثر من كم الف انت عارف مواطن في دارفور. بالليل حوالي الساعة 4 صباحا جاءت الشرطة وهجمت اللاجئين المتسمين امام مبنى الامم المتحدة. وبيجوا لموا الناس كلهم وبيجوا يرفوا الناس في الباصات، وقالوا لهم نحن هندوكم في سكن ونعمل لكم اجراءاتكم. نحن دقوا علينا قال لنا يا اخي هسه جو بيسجلوا الناس ودايرين يدوم، وعلى اساس يعمل لهم اجراءاتهم ويسفروهم. وقمنا جينا ماشي المستشفى، ما قبل ما اوصل المستشفى اللي قلنا انا شرطه دي سودانيه، قلت لها السودانيه، قالت لي اركب امشي وين؟ ما فهموني، قال لي بس اركبي. طبعا انا ناس شرطه، لو حق انا ما بقدر اتفاوض معهم. ركبت من هناك ودوني وين؟ ودوني حته لقيت فيه ما شاء الله الناس كثيره، وفي نفس الوقت انا خليت بنتي في البيت، طفل 8 شهور بخلو 8 شهور في الرضاع. اللاجئين اللي مقدمين يعني كهم دارين يسافروا كده، يعني على حسب احصائيات بتام 2500. الشرطه جاء للجماعه قال لهم يا اخي المفوضيه بيقولوا انتم ما لاجئين وطالبين لجوء. الناس اظنوا اكثر من الشرطه اكثر من 20 ولا 30 نفر، جيب وثيقتك كانك انت لاجئ، يلقى وثيقتك وثيقه عندك احتراف بتاعت اللجوء، اي زول عنده جواز يجي على اساس يسجل. في ناس المشوا اول لقوا ديل الجايين يسجلوا، لقوا ناس السفاره السودانيه. تم الصفقه بينهم وبين حكومة الأردنية والسفارة السودانية، وجمعتنا ووضعنا في حتة كده وقال لنا انتوا هتغادروا يرجعوكم السودان. نحن قلنا لهم نحن الوضع ما أمني، كيف يرجعون السودان؟ لأنه نحن هربنا من السودان ذاته من أجل الأمن، ما في أمن. نحن يعني من الناس دارفورنا بنرجع هنعيش وين؟ خطر على هؤلاء اللاجئين، خطر من ناحية إنهم هم يعني قد تكون في أسباب من أسباب الاضطهاد، قد تكون أسباب سياسية، فإذا رجع هو بيتعرض ممكن للاعتقال، بيتعرض لسوء المعاملة. الناس دي كلها 800 ده بقى حريم والأطفال وكده كلها جوا المستودع ده، والباب بتاعه بيجي زي متر ونص. قاموا قفلوا الباب ده.
الناس قالوا افتوا الباب افتوا الباب ويعملوا احتجاجات، قاموا فكوا بمبان جوا المستودع، الناس تيباد وفي مويه، ناس قاموا بالمويه دي قاموا رشوا البطاطين وكده، واحد تيباد بشلوب خناي ده بالطنيه ده بقشوا بها وشه وكده، وناي شويتين المويه اللي الناس كانت برشوها المويه ذاته قفلوها من برا. نحن يتعاملون تعامل كانه نحن انتاري اسره بتاعت الحرب. للناس هناك في المطار تنزل من الباص دق وشلطوق وكده واهانه وبشتنه، يعني لو شفت ما احنا جينا ركبنا جينا هنا الناس الكلبشات ما فكوها منهم الا فكوها هنا في مطار الخرطوم في الساله. اختيار السودانيين كمجموعه ويعني ترحيلهم بالصوره اللي احنا شفناها في اجهزه الاعلام فعلا يعني دي مساله بتدعو للتساؤل، يعني المسؤوليه وين المسؤوليه الدوليه، وين الانسانيه، وين حتى العلاقات يعني ما بين دوله السودان والاردن. العائله بتكون من 8 اشخاص وعندنا تبقوا 5 وسافروا 3. يعني انا ولادي هسه هناك في الاردن، 4 اطفال بنتين وولدين والمدام، وانا ما 2 هنا. ان شاء الله لو في حاجه الواحد بلم اولاده وما اسرته ما في جهة انت عارف اتمسكت بينا، انت عارف بعوضتنا ولا حتى تعاملنا، انت عارف كيف تم سواء كان في اردن ولا سواء كان في خرطوم. انا فقدت بنتي وحما شيء انا عندي بتدي حما شيء انا عندي حاجه انه ليه مليله انا ما دار اقعد هنا، انا دار ارجع لبنتي باي طريقه. شفت ارجع لبنتي الالم ده كله اذا اسمه او